إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قوله وعليك توكلت، وهذا مقام عظيم وأصل متين في الثبات على الحق والهدى، أن يصدق العبد في توكله على ربه جل وعلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل على الله مصاحب للمسلم في أموره كلها الدينية والدنيوية. ولهذا شرع لنا كما في السنة الصحيحة أن نقول في كل مرة نخرج فيها من البيت لمصلحة دينية أو دنيوية، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. والثلاث كلها كلمات توكل. ثلاث، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلها كلمات توكل استعانة. يقال هديت، وانظر هنا في موضوعنا السلام من الضلال والنجاة من الضلال، وأن التوكل نجاة من الضلال. هديت ووقيت وكفيت، وأيضا الشيطان الذي يرسل عند بيت المرء خروج المرء من بيته، إذا خرج وقال هذه الكلمات قال لأعوان من الشياطين كيف لكم السبيل بمن هدي وكفي ووقي. فهذا يبين لنا أن التوكل على الله سبحانه وتعالى أصل مهم وأساس متين للنجاة من الضلال. لا تنظر إلى كثرة علمك ولا إلى كثرة عبادتك ولا أشياء من هذا القبيل، وإنما فوض أمرك إلى الله. ومثلك مثل من هو على لوح في بحر يخشى أن يغرق، يا رب يا رب إلجأ إلى الله أن يحفظك وأن يقيك وأن ينجيك وأن يتولاك بما يتولى به عباده الصالحين. Soutenez le projet Jenna TV et abonnez-vous pour voir les dernières vidéos.